سي علي كرس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المندوب الجهوي للتجارة التطوعية، مرحبا بك. شكرا. سي علي كرس، باش نطول لك لأنك وقتك ثمين ياسر وخدمة برشا برشا، لكن ما نسالش كون تحدثنا على نقطتين، نقطة غلاء الأسعار التطوعيين ونقطة التهريب اللي فهمتي ولا عاملة مشكلة في البلاد اللي مش تطوعيين بركا بل في البلاد ككل. لو كان نبدأ بالنقطة الأولى سي علي. شكرا. ساعة تحياتي للسادة المشرفين على اللقاء هذا، بارك الله فيكم، هذه التفاتة جميلة جدا، وربما أنا نشعر أنكم طلعوا ربما تخففوا علينا الحمل اللي قاعد معناها، الحمل اللي متحملته لدرجة التجارة بكوادرها وبأثاثها وأعوانها. شكرا. بالنسبة لغلاء الأسعار، الموضوع الأول اللي هو غلاء الأسعار، وما يشملش ولاية تطوان فقط، هو يشمل إيضاح ربما في كامل الجمهورية، وربما تبان الحدة نتاعها في بعض الولايات بشكل أكثر من الولايات أخرى، هذا صحيح. تطوين صحيح ربما فيها بعض غلاء الأسعار، ما باش ننكر هذا، لكن هذا الغلاء رجع لعدة جوانب. ربما الجانب الأول هو معناها شعور البعض مع بعض عمر الإدارة بعدم الحماية الكافية معنا في تسيير مهامهم وعند قيامهم بعملية الرقابة، هذا صحيح. حاجة أخرى ربما المضارب في النقطة هذه يا سعلي، معنا العوالم نتاعكم نتاع الرقابة يشعروا بعجز في معنا ممارسة نشاطهم الرقابي في السوق. هو والله ما نجموش نقول عجز، نتيجة نقص الحماية. اي هو ما نجموش نقول عجز، لا مش عجز، اما ربما محدودية التدخل، ربما نجم نقول محدودية التدخل، ربما لان حاليا تراقب تاجر معنا تراقب بعض معنا ما نقولش كل التجار، احنا نزهوا تجارنا على معنا السفاسف، اما بعض اللي هم داخلين على التجارة معنا، اللي هم داخلين على التجارة معنا يلتجوا الى معناها اساليب اخرى عند من يراقبهم الاول، معناها يتصورون الرقابه مع تدخل في شؤونهم او حاجه، معناها النظر يكونوا مش متعودين بالتجاره، هذا ناس حدثوا معنا ربما في السنتين الفارطتين هم معناها بعد الثوره بصفه خاصه، بعد الثوره بصفه خاصه معناها ناس معناها ما مش متعودين بالرقابه، وقت بيجي ترقبهم يقول لك انت ايش دخلك كذا كذا، معناها الاول ربما يلقى بعض الصعوبات معهم، يتجي معناها باش يطلب الحمايه منهم، الحمايه مش متوفره دائما، وحتى اذا معناها توفرت ربما تكون ساعه معناها محدوده. هل بعض من التجار معناها ربما يرون الرقابه عمليه زايده، معناها عمليه معناها مش في الواقع ان عمليه الرقابه يعني وقتكم احداث معناها عوان رقابه تعرضوا للمضايقات بطبيعه الحال، عندنا وقتنا برشا مضايقات وما زالت تقع المضايقات هذه معنا اليوم والناس هذا معناها، وحنا نهيبوا بالسلطات معنا الامنيه معنا باش تعاون حتى المجتمع المدني والمجتمع المدني يعني صح، وكل الاخوه المستهلكين وكل الاخوه اللي يشعروا باللي كون الرقابه هذه منهم واليهم ما تغير النظام الحاكم، معناها كون الرقابه هذه تخدم المصلحه العامه، وربما قد يكون مثلا ماش نظام في البلاد خلاص، ولكن الرقابه لازمها تخدم 24 ساعه معناها مهما كانت الاحداث معناها، لان الرقابه هذه هي من المستهلك والى المستهلك، وفي بعض البلدان احنا مشينا نراقب، انا في ولايه اخرى مش ولايه تطاوين، مشينا نراقب وتعرضنا لبعض الصعوبات، مرعنا للمواطنين جزاهم الله خير معناها يكونوا معناها حمايه كامله للعروان وخلونا نخدموا بريحية، انا نهيب بها هذه تطاوين، وهذه تطاوين معناها ناس طيبين، ناس يعرفوا كون الرقابه هذه راهي لهم، الرقابه راهي مش ضد المواطن ولا حتى ضد التاجر، التاجر اللي يخدم في تجارته بطريقه قانونيه وبطريقه ويخشى الله سبحانه وتعالى من كل شيء، معناها الرقابه مش ضد راهي بالعكس، الرقابه قد تكون ساعه ساعه تفيق بغلطات معناها كبيره، ويعرف الرقيب الاول هو الله سبحانه وتعالى قبل ما يكون البشر معناها. اكيد تعليم طبعا. من احنا للطوطي لهذا الحديث اللي يدور بيناتنا توا، حدثت لي عن ان في تطوين ثم سوق نتاع نهار الاحد هو سوق مدني في نفس الزمن، ربما هذا قلت يأثر على الأسعار، كيفاش وضح النقطة؟ بطبيعة الحال هو لجانبين سيدي العزيز هو سيدي الكريم، هو لجانبين، الجانب الأول أن ربما التطاوين تقع ربما في ما يسموها نهاية الطريق، بينما مدنيين مش نهاية الطريق، مدنيين معنا الطريق ما يتواصل إلى بن قردان ونعرف احنا كنا إلى مدن الجنوب إلى مدن الجنوب بكل، ربما مدنيين ما يسمى نقطة التقاء نجم نقول معناها.
مدين سوق مدينه محل نهار الاحد، وتشرب ما يجوا من اخوتنا الاعزاء، معنا سيدي ابو زيد او قفصه او حتى صفاقس او حتى القابس، وربما يبيعوا الله يرحم ثم ويلعبوا يتزودوا من المدنيين بحاجات من المعروضات الليبيه اللي يربحوا معنا التاجر في اللي يجي المدينه، وربما يربح زوز مربيع مربيع عصفورين وحجرات صح. أيوة. وربما التاجر اللي يجي تطاوين، التطاوين ما فيهاش محاجة، معروفة ان التطاوين ما اذا كنت تاجر جاي على التطاوين معناها باش يبيع سنته باش يروح على السيارة بتاع عفارة على الغالب. هل الحل في تغيير يوم السوق؟ انا اتصور مش حتى تغيير يوم السوق، نتصور ان وجود مكان رح وجود مكان راح بالسوق حاجه اللي حبيت نقولها انا وقصيت عليه ان سوق تطاوين محدود الواقع. أيوة. محدود، انا شفت برشا سيارات يجوا ويرجعوا، محدود المساحه معناها، محدود المساحه. أيوة. لابد من تهيئه الارضيه نتاع سوق، ارضيه سوق معناها تستوعب العارضين اللي معناها اللي اعطى الحركه معناها حركه العرض والطلب معناها الدور بتاعها. تصور لو كان السوق معنا جاب ربما في مساحه اكبر من هذيك، ويجي ربما يوم اخر ما يجيش ربما لحد، خاطر لحد ربما برشا من المواطنين احنا من تطاوين هنا يهبطوا المدين ويتسوقوا من المدين. أيوة. مش معنا القليل بل الكثير، كثير صحيح، كثير من تطاوين ومن غمرسن ومن مسمار ومن بالرحمه كلهم يتسوقوا التطوير. لذا لابد ان نفكروا في يوم يكون معنا يدعم الحركه التجاريه هذه، ما غبينا ما نكونش في منافسه مع مدينه خاطر مدينه نهار الاحد، نفكروا في سوق في يوم معنا يكون معناها يوم اخر، مثلا الخميس كما كان قبل، مثلا الخميس كما كان قبل الحاجه. ثم ربما الحاجه الاخرى نعمل تسهيلات خاصه للتجار اللي يجونا من خارج الولايه معناها. التسهيلات راه كيما عندنا معناها نجم نقول فضاءات وين معناها فضاءات تاع مبيت في السوق، يقول فضاءات الخلاص يكون اقل من المدينة شويه، خلاص تاع الانتصاب، كل هذه حاجات تدعم معناها وتخلي التاجر يجي ينتصب في تطاوين. سعدي جبت المضاربه وما كملتش فيها، شنو تحب تقول؟ بعض المضاربات اللي نشوف معناها ربما نشوف مثلا الناس اللي بعض تجار جمله، انا من نزه تجار جمله كل، بعض تجار جمله يمشي يذهب الى معناها المدن الداخليه، الاسواق الداخليه كما بين القصعه او صفاقس او قابس، وربما ساعه ياخذ مثلا زوز انواع من البطاطا او زوز انواع من السفناريه او زوز انواع من اللفت، ياخذ سوم مثلا نقول ب 200 فرنك لفت ياخذها، وياخذ كيلو لفت اخر ب 500 ولا حاجه، وعندما يستظهر بالتوصيل يستظهر كان بالتوصيل نتاع ال 200 نتاع نتاع الغالي 500 باش يبرر هيك الزياده نتاعها معناها. ايوه هذه نوع من الضربات هم، وثم هي في تونس كامله سامحني سيدي عزيز، في تونس كامله لو نجيو نشوفوا نجيبوا الوسطاء هم اللي ياخذوا وقت معناها تعمل معناها لقاء مع الفلاح، تلقى الفلاح معناها باع بأسهم معقوله بل نقول حتى بأسعار متدنيه. أيه. ولكن جيت تشبه المستهلك من بعد معناها ترى ان المستهلك ياخذ يشتري هيك البضاعه بسعر معناها مرتفع، تلقى الوسيط ولا كثره الوسطاء هم اللي يخلوا السعر تتبع. بالفعل فعلي انا امس فقط شفت من الفلاح بصل ب 700 فرنك كيلو، الربطه عفوا 700 فرنك الربطه في السوق دينار الربطه فار 300 على فار 800 بالفعل. سعلي قبل ما سامحني حتى احنا يجونا الفلاح حتى من تطوي من هنا يقولوا غريبه، احنا نبيعوا حاجات معناها ربما بعض المواطنين يستهلكوا يقولوا ما ثماش في الاحد، لا في عندنا في الاحد التوين في الصبار موجود في الاحد، ومثلا ناخذ المعدنوس مثلا ولا من السلك او بعض السناري وحاجه عندنا تنتج تطاوين، وتلقى الفلاح يقول فيها صار رخيص، ولكن وقت هم نفسهم يتفاجئوا الفلاح ويلاقوا بضاعتهم قاعده تتباع باسعار مضاعفه. يقول الفلاح يقول تدخلوا يا اخي، عملوا لنا معناها عملوا لنا حد، احنا كيفاش نبيعوا الخاص والمستهلك باقي يؤدي الضريبه معناها. صحيح. سالي قبل ما نتعدوا الوقت المواليه نقطه، قلت لي غلاء الاسعار هذه ظاهره في تطاوين المدينه، كان قلت لي كان تمشي المحكمات الاخرى مثلا غمرات ندير الاحمر، قلت لي اسواق اخرى موجوده، شنو السبب هذا؟ اولا سامحني ان التطاوين فيها بعض المضاربين
سواء كان من كيف ما قلت نحكي باكر على بعض المغاربين اللي تجار، بعض ما نقولش كل كيف ما قلت اللي ما نزلش تجارنا ولا عندنا ثقه في تجارنا، بعض من تجار الجمله وبعض من تجار التفصيل، معناها محسوبين ربما مع تجار الجمله، محسوبين على تجار الجمله ومحسوبين على تجار التفصيل، معناها هذوما ناس معناها قاعدين معناها بالفعل معناها قاعدين يرفعوا في الاسعار. في قمرس مثلا تلقى اسعار مختلفه، تو لو كان معناها نعملوا زياره للسوق واحده ما بالنا مع السوق قمرس وسوق تتويج تلقى شتى بين الفرق معناها، ويقول سوق معناها السوق المركزي اللي في وسط البلاد تلقى فرق كبير، ما تلقى في قمرس اول ساعه برشا من الكثير من اخوتنا من تجار سيدي وزيد ينتصبوا في ومرسل. في غمراس ويجيبوا برشا معناها من سيدي بوزيدا ومن قابس ومن من سوق نهرش غمراس، سوق نهرش غمراس حتى ربما الساده المسلمين يعرفوا سوق نهرش غمراس، سوق البير الاحمر وقتاش؟ سوق البير الاحمر يظهر لي نهر الثلاثاء معناها لا مش ممكن على كل مهم معناها معناها ان الاسواق هذه ارخص من سوق التطوير، ارخص من سوق التطوير هذا اكيد معناها. نتعدى سي علي للنقطه الثانيه وهو التهريب الظاهره كانت التي انهكت الاقتصاد الوطني تلقى صح ومشكور جدا لان الظاهر هذه معناها بالجد معناها ولو معناها هو ربما عنصر من عناصر غير الاسعار هو التهريب. ايوه لان تو تعرف اللي ربما وقت تدخل مدينه تطاوين ولا حتى جرب المدن التونسيه تطلب باكو حليب ما تلقاش باكو حليب معناها في ساعه معناها عنده منه مريض مش حتى لسه لكن عادي وحتى كان موجود يقول يوسف تعبت تاخذ معي ولعلمي امس علمني واحد من الرجال كون حليبنا موجود تو في السودان في السودان في السودان لا سيش معنى بها في السودان وفي مالي وفي تشاد الحليب بتاعنا موجود غادي. يا اخي انا بالله سامحني نفتح قوس بالله حتى معلومه سياسه علي اعطاها لي احد اخوتنا المهاجرين ان ستيك مقرونه في مالي تونسيه 200 دولار 200 دولار صحيح صحيح ستيك مقرونه في مالي 200 دولار 200 دولار انا بالله نهيب اخوتنا خاصه اخوتنا اللي قاعدين يهربوا تجار كان سواء تونسيين او ليبيين بالله يتقوا الله فينا راهو راهو خاصه الحليب ماده معناها حساس الحليب يستهلك ربما يستهلك المريض اكثر من المصحي على الاقل على الاقل الحليب الحليب يخشى الله فينا في الحليب مهان مش حليب على الاقل بالله سي علي عندك الحليب الحليب اللي تستورد من الخارج ما بدناش في تطاوين علاش؟ صحيح الحليب اللي يجي من الخارج هو سالب يقول لا المشكله تاع الحليب سالب يقول لا تسوى في الغضون الايام ان شاء الله ما شاء الله يقول لا لان الدوله مشكوره مع ابرم الصفقه مع الجمهوريه التركيه معناها باش ان شاء الله باش يجونا ما يقارب كميات كبيره من الحليب من تركيا باش تغطي معناها النقص الحاصل. باش نتكلموا بالنسبه للبضاعه اللي جت من سلوفانيا سلوفانيا البضاعه هذه معناها وقع معناها توزيعها على المساحات الكبرى. واحنا الغالب تطوير معناها محال عندنا بعض ما نقولش ما عندناش مساحات كبرى عندنا مساحات كبرى ربما اقل معناها ضخامه من المساحات الاخرى ولكن طالبنا واحنا على اتصال بالسيده المديره العامه مع التجاره الداخليه باش تمد تطوير بمادة الحليب اش نرجعوا للتهريب ماذا يمكن ان اقول تقريبا ان اعطيك بعض اسعار المنتوجات التونسيه في ليبيا حسب ما بلغنا ان كيلو الكسكسي يتباع ب 3 جنيه في ليبيا كيلو العجين يتباع ب 2 جنيه ونص كيس نتاع الشعير ب 70 كيلو قاعد يتباع ب 70 دينار وصل حتى ل 150 دينار اي اربع اضعاف معناها اسعار مغريه تخلي الناس تهرب اسعار مغريه احنا نهيب وما يعرفش المواطن ربما الكثير من الاخوه المغربين ما يعرفش كون راهي الاسعار هذه نتاع الشعير العلفي او اسعار نتاع السكر او اسعار نتاع العجين او اسعار نتاع الاسعار نتاع برشا راهي مدعمه راهي بغيت نقول راهي اسعار مدعمه راهي معناها الدوله قاعده متحمله الدعم باش يوصل للمواطن باش يوصل للمواطن بسعر معناها معقول. سعلي بعض الاليات اللي توخيتوها في طويل لمقاومه عمليه التهريب، عندكم شي عيون تراقب، عندكم شي معناها لجان رصد، عندكم شي عاش كما كان. شكرا سؤال وجيه جدا، شكرا بارك الله فيك، والسؤال هذا ربما باش يبين معناها تدخل هذه الاداره اللي ربما برشا حتى من حتى ادارتنا المركزيه ربما ما تعرفش كون احنا قاعدين معنا نقاصد في الامر، احنا عملنا عندنا
فرق مشتركه مع الاخوه مع جهاز الامن، أيوة. معنا سواء كان حرس او شرطه، أيوة. او حتى الديوان معناها، أيوة. فانا معنا الاداره الجهويه رغم بتطوير بتاع التجاره معنا رغم محدوديه امكانياتها، أيوة. وفرنا ثلاث معناها ثلاث سيارات هما السيارات الوحيدات اللي عندي معناها للاداره، أيوة. وفرناهم باش يقوموا التدريب، لان احنا عاملين فريق مشترك معنا مع الاخوه الحرس الوطني سواء كان المرور او حادثه التدخل، وعندنا برنامج اسبوعي نضبطه كل بدايه جمعه كل نهايه جمعه نعملوا برنامج وين مخرج التدخل تاعنا. هذا البرنامج هو سري لان ما نحبوش معناه ينكشف هذا البرنامج، اكيد اكيد. كل يوم قاعدين معناها كل يوم معناها سواء كان في اول توقيت ساعه نعملوا زوج فرق مش فرقه واحده في واحد، فرقه تدخل الصباح فرقه تدخل معنا في الليل وغالبية تدخلاتنا في الليل. طب التدريب يتم عبر المنافذ الرسمية ولا عبر منافذ أخرى؟ عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية. عبر المنافذ سواء عبر المنافذ الرسمية وعبر غير والأكثر عبر المنافذ غير الرسمية. شنو هي أكثر مواد يقع تهريبها؟ يعني المواد الغذائية. المواد أولا في أول حاجة في رأس القائمة هي العجين، والعجين مش كل العجين نوع صبيق أكثر من كل شيء. أيوة. وثم الكسكسي ومش كل الكسكسي، أيوة. نوع جاري أكثر من كل شيء. أيوة. ثم معناها يقع تهريب أيضا الحليب، أيوة. تهريب الشعير العلفي. الشعير العلفي قاعد قاعد يهربوا فيه بشكل كبير جدا. أيوة. والبيض. يعني حاجة أنا مثلا الكوتان تاع ولاية تطاوين احنا السنة تو قاعدين نجيبوا فاكثر من الكوتان تاعنا معناها. أيوة. ورغم هذا تمشي تو للنيابات ما تلقاش الشعير. رغم ضغطنا المدة الأخيرة احنا ضغطنا على النيابات والشعير ولا يتوسع كان كان بالتوصيل بالتوصيل. أيوة. ولكن رغم هذا التوصيل قاعد ربما ياخذ المواطن ياخذ 5 أشكال ويبيعهم للمهربين هذوما. كيف الأدوية قاعد تسرب بشكل كبير جدا. أيوة. بل بكميات كبيره من تطاوين هذا من تطاوين ومن مدينه ما نتحدث على التهريب لا نتحدث على التهريب طيب سبع عام على الجنوب الشرقي معناها الجنوب الشرقي البيض 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 تعرف المده اللي فاتت احنا احبطنا عمليه بتاع التهريب البيض ما يقارب 70,000 بيضه ما البارح بركة الاعمال معناها اهبطوا عمليه التهريب بتاع كسكسي وبتاع عجين غنائي تطاوين ولا مدينه؟ تطاوين هذا البارح البارح الحاجة الاخرى قاعد تهرب الحيوانات وتشوف يا اخي قديش تو معنا كيلو لحم العلوش ولا 17 مش 17 ما تلقاه 17 اللي تلقاه 17 هذاك مش لحم علوش هذاك هذاك تلقاه لحم علوش مش علوشه معناها الكسر تاع انت نقول اما العلوش اللي العلوش الثاني ما تلقاهش حتى 20 دينار ما تلقاهش 20 دينار معناها تشوف ان لحم العنز اللي كان من لحم الناعش اللي كان معنا ب 9000 ولا ب 10000 وصل 15 دينار يا الحمد لله الغلاء فاحش بصراحه الغلاء فاحش هذا كله نتيجه تهريب نتيجه تهريب والمشكله ان المواد هذه مدعمه المواد مدعمه وثم حاجه اخرى بالله بنرفع عبر صوتكم الله يبارك فيك مرحبا بك تفضل نحب نطمن اخوتنا الجانب الليبي راهو التهريب مضر بالمقدر الشرعي نتاع المواطن الليبي قبل ما يضر المقدر الشرعي نتاع المواطن التونسي راني نحب نبلغ باللي كون احنا وليبيا متواصلين واحنا وليبيا معنا متكاملين اشقاء وراه الليبي هو تونسي في تونس وتونسي هو ليبي في ليبيا نعم. وانا بالعكس انا يد في اليد نعم. تبقينا انا والله يوجعني وقت نشوف نسمع ان معناها كيلو كيس الشعير في ليبيا يوصل 150 يا اخي نعم. يا بحب العبر عبر صوتكم يا اخي يا ليبي مرحبا بيك تعال هز الشعير وهز العجين وهز كل ما تحب لكن نحن لك نضيف عليك حاجه قليله اللي هي الدعم عليك اللي انت ما تراش اخوتك معناها التوانسه باش يكونوا بلا شبح راه الدعم مش حاجه كبيره ياسر معناها انك تاخذ وليش سمعت بعض فقهاء من ليبيا فقهاء من ليبيا سمعت في المده الاخيره يقولوا يفهموا في الليبيين فيقولوا راه التوانسه ماهوش ضد انكم تهزوا حاجه ثانيه لكن راه التوانسه ربما محدوديه المدخل بتاعهم ما تخليهمش باش ياخذوا تعرف انت المشكله تاع الصندوق نتاع التعويض راه تو مشكله عويصه في تونس معناها مشكله عويصه وان شاء الله في الايامات القادمه باش يخوضوا في معناها باش يعملوا يخوضوا في الملف هذا باش معناها يفضوا الاشكاليه ان شاء الله بقدره الله. لو كان تحكينا بعض التفاصيل على الدعم هذا اللي يقول دعم معناه كبير برشا. تفضل الله يبارك فيك سؤال وجيه. نعطيك مثلا حاجه الخبز معناها ما يقسم الخبز الكبيره معناها خبز كبيره نبيعوا فيها احنا 230 فرنك تو قديش مدعومه؟ مدعومه ب 200 مللي
معناها الثمن الحقيقي هو 430 430 ايوه ما يسمى بالباجيت او الخبز الصغير هذاك. أيوة. الخبز الصغير معناها بيبيعوه فيه 190. ايوه والثمن الحقيقي الثمن الحقيقي 272. أيوة. معناها مدعوم 280 مللي. السميد السميد يتباع ب 450 هو الحقيقي، والثمن الحقيقي بتاعها دينار وثري. ايوه معناها مدعوم 580 فرنك. ايوه صحيح السميد في الجنوب الشرقي مش قاعد يتهرب بكثره، لكن في الشمال الغربي يتهرب. قاعد يتهرب بكثره. نعم صحيح. مازال باش نوصل معك الكسكسي السوم الحقيقي بتاع دينار 415. ايوه معناها مدعوم 620 مليم كيلو كسكسي. 620 مليم تاخذ يا مواطن يا تونسي وتاخذ كيلو كسكسي هذاك عندك 620 ما عملت بيهم الدوله. هذا باش تضيفك العشير الغذائي قاعد يتهرطوا مقرونه. اي المقرونه مدعم 620 مع 620 تدفع فيها الدوله من كاس تعويض باش السوم الحقيقي نتاع العشير هو دينار و415. بعض الاصوات مازال عندك مازال 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 والقاضي الزيت زيت النباتي. الزيت النباتي السعر نتاعها الحقيقي دينار و800 مدعوم 900 المواطن معنا مدعوم يا اخي اكثر نتحول السعر نتحول سعلي سعلي عندك هالاسوام المشطه هذه والسكر بالله سامحني السكر اللي قاعد يتهرب في الحدود بصفه كبيره مدعوم ب 450 و 500 مليم الكيلوغرام. سعلي الكلفه هذه اكيد مشطه وحد حد ما يناقش فيها الدوله متحمله من اعباء فقيره اعباء فقيره ثقيله هذا حد ما يشوف فيها صح. لكن يقول لك الدوله فهمت ولا السياسه اللي متابعتها في هذا المجال سياسه ربما هي مساهمه في الشيء هذا. كيفاش؟ بعض المعارضين يقول لك علاش الدوله ما تبيعش بالثمن الحقيقي الكلفه الحقيقيه خاطر الناس المجتمع التونسي مش الناس كله كلهم زباول وكلهم اغنياء، ثم فئه لا باس بها تنجم قادره بتشري وفئه زباول مش قادره بتشري، اذا يكون الدعم كشري الفئه الضعيفه، علاش مثلا الساحلي يتمتع بالاسوام هذه؟ علاش الاجانب يتمتعوا بالاسوام هذه المدعمه؟ علاش ما يكونش كان الفئه الضعيفه من المجتمع التونسي يتمتع بالاسوام هذه؟ هو شكرا هو نعطيك مثلا حاجه مثلا نعطيك حاجه مثلا في ناخذ معامل المشروبات الغازيه مثلا احنا. ايوه. ربما تصور معمل المشروبات الغازيه انا واحد من المعامل لا داعي لك الاسم. أيوة. ممكن في ظرف شهرين وثلاثة ربح ما يقارب ال 200 مليون. 200 مليون معناها من الدعم تاع السكر، لكن المشكلة ان الخوض في الكلام هذا في الدعم. أيوة. لان الدعم سيدي الكريم انه معناها ربما اتخذ سي زيد الزيادي مثلا ولا حاجة. أيوة. يكون ممكن ياسر يكون اليوم فقير وغدوه يولي غني. ممكن. وغدوه يكون غريب والعكس والعكس بالعكس معناها مش منظومه الدعم. منظومه الدعم هذه حاجه هي شغله بقول لها الدوله باش تعمل معناها مشاوره كبيره وفي الموضوع هذا لان الموضوع عندنا سنين الواقع مش كان تو علاش تمتعوا به الناس القادره الدعم هذا؟ انت قادر باش تشري الخبزه حتى تبدا بدينارين وانا مانيش قادر، علاش انت اللي قادر تيجي خبز دينارين تتعب فيك الدوله؟ علاش؟ هذيك هي مش كما قلت لك، لان تتحدث على الدعم، ايه. مرة مشكلة كبيرة ياسر مش كما تظن انت، ايه. لازم شكون السادس شكون مش قادر؟ شكون مش قادر؟ تحديدا الغير قادرين، ومعناها هذه ربما الموضوع اللي قاعد يرهق تو الدوله ويورقها في نفس الوقت معناها. ان الدعم هذا كيفاش والدعم هذا كيفاش معناها باش نعملوا في المده كيما قلت لك قال ما شاء الله باش ناخذوا تجارب ربما برشا دول من بينها مصر ومن بينها برشا دول اخرى معناها اللي خلط الموضوع هذا لان بالفعل على حتى الدول المتقدمه حتى موجوده التعويض حتى عند بعض الدول المتقدمه ولكن يبقى كيفاش نعالج المشكله هذه بالفعل معناها سيدي كريم وان كان ما جاوبتكش على السؤال كما ينبغي لكن الموضوع معناها من اختصاص ربما الخبراء الكبار اللي ربما يتعدوني لا ما ادريش لكن الموضوع أكيد السؤال معناها يستحق معناها ثم نقطة أخرى نخدموا بها إن شاء الله بحول الله. نقطة هو الغاز، الغاز ضرب في التقدم صحيح نتيجة الاعتصامات والضربات تصير في المعمل مع التزويد الرئيسي في جابس بالنسبة للتطوين نحكي فهمت ولا لكن المساهم كذلك في وهو ما هو مدعوم الغاز لكن المساهم كذلك هو ان السيارة الأجرة التاكسي اللي قاعد يستعمل في الدارز هذه معناه هم الدولة قاعد تدعم فيهم كذلك على حساب المستضعفين والناس تمشي ربما حل في الأفق ربما باش بالفعل هو ان شاء الله بقدره الله معناها كما قلت لك هو ان شاء الله معناها هي عمليه غير كما كنا نحكم بكرة على المضاربات هي مش معقول اللي نرفع من خلال المصدع بتاعكم صوتي للاخوه التاكسيست
ونقول لهم روعه، مش ممكن باش يكون تاكسيس وتاكسيس حتى اللي كان مش معناها محسوب في الطبقه اللي لاباس عليها، على الاقل يكون في الطبقه المتوسطه، مش ممكن تاكسيس معناها اذا كان ناخذ عند تاكسيات الجمهوريه التونسيه يكون معناها ربما دعم للجلس مدعوم حتى هو مدعوم الجلس، ومش ممكن تاكسيس معناها باش يقعد يسلك الطريقه هذه. وحنا تحدثنا مع بعض الاخوه من وزاره النقل، جيت لهم تعذر يقول لك عمل لي كوسك تزودني بالجاز تولي ما عادش ناخذ دبوس الجاز من الحرم. هو الواقع وقت معناها الطريفه اللي نتاع التاكسيس وقت ربما مثلا خبراء اللي هم يتعدون احنا امكانياتهم وقت يحددون التعريف نتاعها وراه وربحوا وقت يستعمل المحروقات العاديه الليسونس او المازوت راه وربح خير وبرك، هو يتعدى معنا الغرب انه يمشي من نصيب نتاعه يمشي نصيب ناس اخرى معناها الرغبه في الربح معاهم. الموضوع هذا حتى هو شارع بقول في الايام القادمه شارع باش يقع معالجته شارع بالتنسيق بين وزاره معنا التجاره ووزاره النقل، لان هم يهموا هذا هم يهم السؤال هذا ربما يهم وزاره النقل اكثر من وزاره التجاره. سي علي مشكور جدا على معنا في وقت الثمين هذا خصصونا، بارك الله فيك ان شاء الله في لقائك. يا اخوي شكرا بارك الله فيكم، واحنا من خلالكم على ربما ننادوا وزارتنا الوزاره وزاره التجاره باش تدعم الاداره الجهويه للتجاره هذه بسيارات ربما رباعيه الدفع ربما باش يقاوموا هذا التهريب، لان التهريب تو منصب كله على 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 الولايات الحدوديه خاصه بالتطوير معناها بالذات معناها من خلالكم نطالبوا من خلال المصنع الكريم هذا نطالبوا مع وزاره التجاره معناها باش تدعم هالاداره هذه تدعمها بالوسائل النقل اللي تمكن هالاداره هذه باش تشترك مع الادارات الاخرى كامن وكحرس وطني وكجيش معنا في مقاومه شو اسمه التهريب وتمكن الاداره هذه مش معنا ربما عندنا حتى تجار في مناطق واعره احنا مناطق واعره باش تمشي الاداره هذه باش تمشي لكم التجار اللي هم ربما السيارات العاديه معناها مش ممكن تحولهم. الله يبارك فيك يا سيدي، مشكور جدا وان شاء الله تونس الخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يحرس بلادنا ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم لي اللقاء. الله يبارك.